وصلنا لنهاية الطريق بعد شهرين متكاملين، وكل ما قدمت الشرقية هو بنية فعل الخير، ولأنه حسن هو إنسان وعراقي يستحق أنه يعيش هذه الحياة بأجمل صورها، فالشرقية حرصت على أنه تستقبل حسن بمنزل الجديد بجو احتفالي كبير اتجمع به كل من ساهم بفعل الخير ورسم البسمة على وجه حسن وإدخال الفرحة لقلبه. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في برنامج الخيرات من مدينة البصرة لمدة شهرين متكاملين، وإحنا ما شاء الله ما ادخرنا أي جهد في من أجل إعادة تأهيل حسن أولاً كإنسان بعد ما شفتوا حالته، إضافة إلى تأهيل منزله عسى وأن يساعد في تأهيله النفسي والجسدي. اليوم وصلنا للحظة الأخيرة، فريقنا فريق قناة الشرقية في مدينة البصرة انقسم إلى قسمين، قسم خذ حسن اليوم إلى بيت أبو دريد، لبسوه ورتبوه وراح يجيبونه مثل العريس إلى بيته الجديد إن شاء الله، والقسم الثاني تولى عملية تجهيز البيت وتأثيثه بشكل كامل اليوم. اليوم راح نراويكم البيت إن شاء الله مع حسن، مفاجأتنا اليوم مع حسن زائد البيت، وزائدا أيضا اليوم نورنا صديق حسن الوحيد اللي ما شاء الله الشخص الوحيد اللي لبى الدعوة اليوم وإجى، وجهنا دعوة إلى أهل حسن وإلى أخته وإلى أولاد أخته وإلى أولاد أخوه، الكل رفض أنه يجي وشارك حسن للأسف هذه الفرحة، الشخص الوحيد اللي لبى دعوتنا هو أبو بسيم صديقة لحسن. مرحبا أبو بسيم. أهلا فيك يا أهلا، فرصة طيبة. ليه إن شاء الله بصحة جيدة اليوم لتلبية الدعوة اليوم، اليوم أنت ما شاء الله الإنسان الوحيد اللي لبى دعوة وإجا ويانا إلى استقبال حسن ومفاجأة. شكر لكم كثير كثير، عازين عن الشكر أن تنقذوا هيك إنسان حسن وأمثال حسن. هذا إنسان حسن كان ذاك الشاب الحلو اللطيف الجميل المرح طول عمره، يعني هسه شوفه بحالة يزرع لها لولا جهودكم والجهود الخيرين والناس الطيبين والناس الشرفاء لإنقاذ مثل هؤلاء. لك اليوم لبيت الدعوة وأنت إنسان طيب، إحنا معنوياً ردنا نفاجئ أهم يعني بوجود صديق. نعم نعم نعم، هو كثير راح من يشوفني كثير راح ينشرح ما يتوقع، لأنه صار فترة طويلة أنا مش شايفة حقيقة. وإن شاء الله ندعو لكم بالموفقية والخير للجميع. وردة شكرا لك. أيضا جوارين حسن ما شاء الله ويانا هنا الأخ أبو سارة. أبو سارة طبعا هاي العمارة اللي جاي نشوفها أيضا بها أحد الساكنين. اليوم أنت شاركتنا بالفرحة، أجيت بوحدك ما حد دعاك، بس أنت أجيت لأن شفت الهوسة وشفت اللمة. احكي لي حسن شلون كان وشون شفتوا مراحل الاعمار ويا حسن؟ والله حسن ما ينوصف يعني بكلامه باخلاقه وطيبته وتعاونه ويا المنطقه بصوره عامه. نعم. يعني مرت فتره، هو هاي الفتره الاخيره اللي تعوق بها وظل بها البيت، ما حد يزورها بس مع جيرانه واهل القرايبين له. اوكي. واضافه الى الشرق قاطعتك، حسن اجانا العريس. اليوم راح نقول حسن عريس واجانا شباب العرضه، خلينا نتلقى حسن. Yeah.
الله. ها ورده حسن، حسن السلام عليكم شباب. انا اسف لان الموسيقى شويه. مرحبا حسن. اهلا وسهلا. شلونك حسن؟ يوم طلعت خطه انت؟ انت احلى ورده. ورده حسن بس قلت تعال بس ابو دريد الله يخليك. تعال يمي، تعال حسن، تعال حسن، تعال تعال يمي، تعال تعال تعال. شوف الغرفه مالتك شلونها. ها حسن شلونها؟ الحمد لله باحه. حلوه ولا مو حلوه؟ الحمد لله وشكر. ورده انت وين راح يكون شرباتك؟ هاي الشربايه مالتك وهاي الشربايه مالت من؟ مال خديجه. زين رتبنا لك اياها وصارت الوانها حلوه وزاهيه. قبل احسن لو يمت حسين هاي ما اريد تجينا تضربني. تضربك خديجه؟ اي ما راح ننقل السرير مالتك خليها بالهون. زين كيفك؟ الحمد لله وشكر. البوس مالتك حسين ابو جري رح يرتب ملابسك. وين؟ نام يمي. نام يمي؟ نام يمي. لا طول عمرك. تعال خلينا نشوف الهول، تعال خلينا نشوف الهول، تعال خلينا نشوف الهول. تعال يمي تعال. وين الكاميرا مالتي انا المصور مالتي على؟ تعال تعال تعال. بس قل لي شلون رايك بالتلفزيون؟ شلون التلفزيون؟ شنو تحب تشوف يا افلام عربي لو اجنبي؟ كل شيء. ايش؟ عجبك الديكور الجديد مالتنا حسن؟ شلونه؟ الديكور ورده. هاي هنا جو اليوم ياك الدكتور. مرحبا دكتور عقيل. دكتور عقيل تعال يمي. شلونك؟ شلون الصحه؟ هذا دكتور عقيل اللي ساعدنا بعلاج. الحمد لله وشكر. هنا ايضا دكتور عقيل. دكتور عقيل احنا شكرك جزيلا لجهود الجبار اللي بذلته ويانا. احنا تمنينا انه حسن يعني نسبة شفاء تكون عالية خلال مدة الشهرين، ولكن بسبب عدم تعاون أمراتي يعني وعصبيته هي اللي خلت شوية أنه نتأخر. يعني أنت قد تطيق نسبة حاليا عن قبل؟ والله ماكو نسبة جدا يعني يفد 70-80%. طبعا طبعا اكيد هو مجموعه الاطباء الباقين اللي ويانا اللي تعبوا وياه وانتم جهودكم الحقيقه اللي خليتها توصل هيك مرحله ان شاء الله. واحنا راح نتواصل هم وياه حتى نكمل جمهورنا. نقول هناك امانه من خلال العمل الجبار اللي بذل في بيت حسن انه ام محمد تعال يمي. بس حجي الله يخليك تخلي ام محمد. تعال تعال ابو دريد. تعال يمي ابو دريد. خلي هنا خلي هنا. رجع شويه. رجعه. هذان الشخصان كان لهم بعد الله الفضل الكبير في ما حققناه من إنجاز في قضية حسن. يعني حسن هذا الرجل المعاق واللي يعاني من متاعب نفسية واللي كان كما شفتوه يعني عايش أشبه بحفرة أمام الناس والملأ كلها. الكل ما حد تعاون ويانا. أقولها للأمانة تعاون ويانا فقط شخصان اللي هو أم محمد بارك الله به اللي هي قرايبه، وأبو جريد هذا الصديق الصدوق اللي واكبنا منذ اللحظة الأولى بالتصوير إلى يومنا هذا. هذا دليل على صداقة متينة عتيدة تحولت إلى موقف مشرف جدا من قبل أبو جريد اللي واكبنا في جميع المراحل وشفتوه. وهذه المرة اللي كانت تجي من الصبح إلى الليل أبو عفواً بس كانت تجي من الصبح إلى الليل وتعاون خطية هي اللي تعدل وهي اللي توكل وهي اللي تشرب. وبصير صديق ويانا اليوم أيضا زين. أعزائي المشاهدين هذه للأمانة نقولها. إحنا اليوم فريقنا ما شاء الله ما قصروا. شبابنا المصورين وشبابنا العامل الإنتاج إبراهيم ما قصروا في أن يرتبونا ديكور. هاي لمساتهم طبعا بالمناسبة. أنا ساعدتهم في شيء قليل ولكن هذه لمساتهم. بس التليفون في دول عينك أمه. هذه لمساتهم وما شاء الله كما جاي يشوفون البيت أنتم. فهذه الالتفات من هذين الشخصين هذا فضل. أنا لأول مرة أشوف صديق بهذا المستوى. صديق يعني أبو دريد شكرا لك. رحم الله والديك وما قصرتوا أنتم. أشكر أنا الشرقية وقناة الشرقية وأشكر كادر الشرقية اللي قام بهالعمل هذا الجبار. وتحياتي للأستاذ الفاضل سعد البزاز وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظه ويسونه ذخرا للعراق. شكرا شكرا إليك أيضا. أنت الوردة ومحمد شلعت قلبي بس بيخالف شو تقولين؟ محمد شكرا إليك. مشكور ما قصرتوا ومشكور سعد البزاز والله ما قصرتوا. نعم الله عليكم ورايتكم بيضة وما حد يسوي هالشي. هاي سوايتكم والله يا يوم وقفتوا يا فد حلو كلش حلو. البغداد حلوة زواني. هذا ذوقنا احنا البسيط. ها لان احنا بالمناسبة شنو ذوقهم بعد احسن. اقول لك انا بيتنا بيضة ما اطق لي وتريق بي اتعاجز. بس هذا الديكور ما مو خبرتك كلش قوية زين حسب ما شفت منه ومنه رتبته. لا والله رتبته وحلو وهذا ما وقفت ويانا خوش احنا شنو واشكر سعد البزاز.
حلو. حسين شلون القاضي اليوم؟ ملايين المره الحمد لله شكرا. رجعناك لمين؟ الى ايام الشباب اللي تتذكر؟ الحمد لله وشكرا. قبل حسن يقولون شنو القوله؟ شنو القاض؟ شنو العطر؟ الحمد لله وشكرا. شلون كان اكو بسيم الكشخه؟ او بسيم شلون شفت له هو؟ لا ربي الكشخه وبسيم. اجمل اجمل كان يقولون ايام قبل، يقولون ايام قبل سمعت يقولون احسن قاض عند حسن جمعة. احنا دكتور في دول عينك اتفقنا وياك نريد مجموعة علاجات الى خديجة. طبعا بالمناسبة اعزائي المشاهدين، خديجة ما طلعناها بالتلفزيون، حضرتوها اليوم الله يخليك. والله بس ما صارت فرصة انه نجي على اساس تخابرنا وحضرنا المضمن وحضرنا انه يضرب. احنا نتوقع يعني اعتمادنا راح يكون على ابو دريد، راح يكملون ورانا المسيرة وام محمد. اوكي لا لا انا امر حتى اذا ما حد يمر انا امر واحد. خديجه طبعا خديجه اهلها منقب يعني اخذها منقبتها لا تطلعنا بالتلفزيون احتراما لهذه الاراده. أوكي. احنا ما طلعنا بالتلفزيون بس نريد مجموعه علاجات الله يخليك تعاون ويانا ان شاء الله. نجيب المضمد يضرب الابره ونجيب الكذا كلها علينا وعلى المستشفى ان شاء الله، بس يريد تعاون وياكم يكون موجوده هي حتى نقدر نعطيها العلاج وانتم تعطوها العلاج مضبوط. يعني هنا هاي راح يصير السرير مال من محمد. هنا حسن راح ينام وحط يم الطبله مالته ماكو، وهنا نخطيه من تجي ماكو بالليل هنا نيميها. انت دير بالك عليها ان شاء الله، دير بالك عليها. اوكي هذا الكنتور حطوا بها غرافها وهاي تعلقت الملابس. شلون الصور حطيناها هنا حلوات؟ ها وين كانت هاي الغرفه تذكرين؟ ها والله على سعد البزاز بيعطيه العافية والله يخليه والله، وماكو يعني مثل هيك واحد مستوي، واحنا نريد المساعدة من عنده ان شاء الله. ما يقصر الله ما يقصر. تعالوا عيني بس تعالوا شوفوا الهول. يلا الهول. مرحبا هذول الجوارين حلوين. شلونك احوالك؟ زينة. تحبين حسن ولا ما تحبين حسن؟ احبه. شو تجيبي له بالله باكر؟ شي حلو. عافية. وانت شو تجيبين لعمو حسن؟ شي. بعد منا راح انتم تصيروا اصدقاء حسن؟ ايه حسن هذول راح يصيروا اصدقائك؟ ايه حباي. ها؟ حباي. ام محمد في دول عين احنا اختارين القنفات الجلد. ليش؟ بما انه هم معاقين ويتوسخ القنفات بالامكان تنظيفها بسهوله. ايوه اوكي؟ هذه الزولية الله يخليك. عندكم خطار فرشيها لان هم شنو يرادهم وضع خاص. ما عندش خطار فرش شيليها على مود يبقى الكاشش بيه هذا من نوع اللماع. زين عيني؟ هنا التلفزيون مالتكم واسمعون براحتكم. حسن حسن التلفزيون مالتك بعد مو الضوج، انت من الضوج. محمد تعال يمي من الضوج راح اجيبك ابو دريد. وين اجيبك؟ بالكرسي قاعد عشان اشوف التلفزيون. الحمد لله والشكر. انت ورد يا حسن. لك الحمد والشكر. بعد ما راح نشوفك راح نروح. ان شاء الله اشوفكم بالخير والصحه والعافيه. حسن يا احسن اسال قبل. الحمد لله والشكر. هسه احسن لو قبل حسين. الحمد لله وشكر. ورد ورد هاي كلمه الحمد لله والشكر تسوى الدنيا ان شاء الله. شباب وين الكيكه مال خيرات؟ خلني اقطعها حسين بنفسه. ورده 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 هاي الكيكه مالتك وصلت حسين. هاي كيكه خاصه لمن؟ لك. يلا هسه ايش راح نسوي؟ الصحن هذا الصحن ام محمد سكينه هاي يمك. حسين وين ايدك؟ وين هذا السكينه يمك؟ كذها بيدك. اريد تقص الكيكه بيدك. بيدك تقص الكيكه. يلا يلا اوكي. قبل لا تقص الكيكه شباب ولا وش اسمه؟ والله وقف لحظه. طيب اقطع. اثناء ما نقص الكيكه شباب نريد شيل حسن خاص. اوكي؟ بسمه بسمه. يلا حسن قص الكيكه. حسن حسن يا مسلينك طول الليل. حسن يا أعزائي المشاهدين كانت هذه لحظات سعيدة حلوة. حاولنا والله الشاهد بالقدرات البسيطة وبالجهود اللي بذلتها قناة الشرقية بالمناسبة إدارة البرامج وبتوجيه مباشر من الأستاذ سعد البزاز بإعادة تأهيل كل من حسن، وإن شاء الله وصلنا إلى مستوى 40% وهذا شيء أعتبره نجاح خلال شهرين، وتأهيل كامل إلى بيته اللي يشوفونه وشفتوه سابقا. وأرجع وأقول شكرا لأم محمد وشكرا الى ابو دريد الورده ودكتورنا ورده. شكرا لك جزيلا ايضا ورده. شكرا لهم حسن حسن. شكرا للواحد الاحد لا اله الا الله محمد رسول الله. في حسن حسن طبعا بالمناسبه. هذا حسن انموذج لانسان عراقي من الجنوب
لعبت به الدنيا الشمول، إنه البصري الذي قضى في كهف النسيان زمانا حتى أصبحت سيرته على كل لسان.